السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد. معانا حاجة جديدة لأول مرة، الجهاز ده اسمه كونتيننتال، عبارة عن راديو اف ام وام وساعة ديجيتال اهي رقمية وتلفزيون أبيض وأسود 5 بوصة. دي الحاجات بتاعت الجهاز اهيت. ده المفتاح اللي بيحول للراديو أهو، وده المفتاح اللي بيحول اللي هو الاف ام وام والتلفزيون. ده الفوليوم، ده مفتاح اللي هو بتاع الصوت، وده بتاع الضبط بتاع التلفزيون. دول بتوع اللي هو السليب والكلام ده بتوع الساعة، ونشوفه مع بعض. This device is 2-in-1 راديو اي ام اند اف ام اند تي في 5 انش بلاك اند وايت 5 انش. The brand is Continental model RT-55D10 RT-55D10. وطبعا ما قلناش الموديل بتاع الجهاز دوت، هو اسمه RT-55D10 RT-55D10. ونشوفه مع بعض. ولا الالبومز، فممكن مسرحيه موسيقى في الحي الشرقي للبطوله كتير حوالينا. الكلام اللي فيه مادة كتير بيحب يختصر، تقول معلش يعني ايه؟ لا عايز مش فاهم ايه ده؟ يعني المصريين ما بيحبوش المدير، يعني كان المصريين بيقولوا الباقية. يعني ايه الباقية في حياتك؟ مش بقية عمر في حياتك. ده بيقولوا ايه؟ ان الله الاعلى سرا في هذه الامة ان يجعل الانسان وان مات يستمر عمله في اولاده. يستمر عمله في اولاده يعني المدرسة كانوا بيروحوا جام أو المركز برد، ما كانش فيه مكان للبرد. الناس شايفة تتظبط في الليل برد متظبط في البشرة على 5 سنين ربنا كرمنا اتبنت لها مادة صحيح. جهازه هو من ورا.
البراند هو كونتيننتال. وزي ما شفنا الفيديو مع بعض ان شاء الله ينقل اعجاب حضراتكم. ده جهاز 2 في 1، راديو اف ام واي ام وتلفزيون 5 بوصة، ابيض واسود، وساعة ديجيتال، وماركته كونتيننتال زي ما قلنا. ار تي شرطة 55D10، ده الموديل ار تي شرطة 55D10، صنع في كوري. الجهاز ده كوري. ان شاء الله الفيديو يعجبكم ونتقابل في فيديو جديد. شكرا. This device is 2-in-1 radio FM and AM and TV 5 inch black and white and hour. The brand is Continental, model RT-55D10. RT-55D10. Thank you.